مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشهد سوق صفات الأغنام ارتفاعا في أسعار ذبائح الأضاحي رغم توافر كافة الأنواع، ولكن الوضع يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة سيما مع جائحة كورونا. وارد ان شاء الله، الحلال وارد والخير وارد وربنا يرفع المرض ان شاء الله. بالنسبة للأسعار والله اسعار طبعا تعرف الاسعار، يعني الحين يعني الضحايا 120 115 110 125، يعني هذا اسعار الضحايا. والله ما شاء الله الاخبار زين وكل شيء تمام الحمد لله، واغنام طبعا ما في الا كان سعودي ومحلي واردني، يعني والله ما في توفير يعني واجد، يعني بعض شوي يعني على ما تكون وسط. وبدأ الكويتيون والمقيمون بالإقبال على سوق الأغنام لشراء أضاحيهم، وأبدوا استغرابهم من ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بشكل ملحوظ، مطالبين الجهات الرسمية بمراقبة السوق لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها سيما مع اقتراب العيد. لحد الآن الأسعار عادية، لحد الآن الأسعار عادية، لكن متى تصير الأسعار رايح ترتفع؟ أنا أتوقع أنه الأسعار قبل وقت الأضاحي بعشرة أيام، الأسعار إذا كانت الحين ب90 و95 أنا متأكد أنها راح تكون 130 140 إذا ما كان في عليهم رقابة. والله أنا اللي قاعد أشوفه أنه متوفر وايد وايد متوفر، يعني في كميات كبيرة يعني من مربين الحلال، إنزين متوفر الحلال وأسعاره أعتقد عادية السنة هذه، يعني الأسعار مو غالية وايد. وطبعا كان في حلال قبل الأزمة، إنزين هو الحلال الأردني اللي من برا أو النعيمي، طبعا التجار كانوا يجيبون الحلال موجود، زين موجود يعني من فتره طويله، والمربين كانوا يجيبونه تقريبا اقل من الضحايا، اعمار الضحايا كانوا يجيبونه يعني 4 اشهر 5 اشهر، زين ويربونه وتالي ينباع كضحايا. بس اللي قاعد اشوفه انا جيت السوق مريت قاعد اطالع الحلال ما في غلاء وايد. اسعار الاضاحي تختلف بين الاضاحي المحليه والمستورده، اذ يتراوح سعر الخروف النعيم الكويتي والسعودي بين 120 دينار و140 دينار، في حين تراوح سعر الخروف الاردني بين 90 و100 دينار، والخروف السعودي بين 110 دنانير و115 دينار.